اهلا وسهلا بيكم، معاكم كريم رمضان. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل تجربة لعبة فري فاير على جهاز ريلمي 3. طبعا لان احد المتابعين الغاليين على قلبي طلب مني ان انا اعمل الفيديو ده، وكذا متابع للامانة مش متابع واحد بس، وطبعا انا تحت امر المتابعين بتوعي بعمل الفيديو ده علشان خاطرهم مخصوص. خلينا نبدأ اللعبة على طول بدون كلام كتير. اللعبة دي انا طلعت فيها الاول قبل كده، فخلاص الرهبة ماتت. تقريبا ده فرانكشتاين وبنت الصغيرة. اللعبة لسه بتحمل. الترا ستاندرد برضو تقدر تختار سموث، بس الالترا انا اختار مثلا فيري برايت، هاي اف بي اس مثلا نقول هاي، نقول هاي، الشادو نقول اون. خلينا نبدا اللعبه بقى على طول. في اللعبة دي مش هقعد اقول بقى ادوني سلاح وادوا الجثث، ولا هقول هنموت هنموت، لا اللعبة دي هبص بس اللي قدامي هلاقيه مات على طول. اللي ما يعرفش انا طلعت الاول قبل كده في اللعبة دي اهو، واللينك ده يشهد، هتلاقوه فوق على الشمال. انا مش محتاج ادافع عن مهارتي في اللعبة دي. في سخونية ملحوظة في ظهر الجهاز يا جماعة، برضه عشان تبقوا عارفين. بحب انزل عند الام. في لاج يعني مش عارف ازاي. اي 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 اي
مع في سخونية رهيبة يا جدعان، في سخونية، لا في سخونية من ناحية، في سخونية، في سخونية. هو فين اللي ضرب؟ حد شافه يا جدعان؟ يلا ربنا يسامحه. قتلني، قتلني البوت مأمون سفاح. يلا ربنا يسامح. بس دي كانت تجربة فري فاير على جهاز ريلمي 3، في سخونية مزعجة يعني في دار الجهاز في الجزء ده بالذات. بس اتمنى يكون الفيديو ده استفدتوا منه، واتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، وياريت لو عجبك المحتوى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بأي فيديو عملوه ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.